مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ منورنا ومشرفنا. وجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه لذيذه جدا هنستخدم فيها الصوصات اللي عملناها، فتعالوا اقول لكم هنستخدم ايه في ايه. هنعمل دجاج بصوص المستردة والعسل، فهنستخدم صوص المستردة والعسل. وهنعمل مكرونه بصوص السيزر، فهنستخدم صوص السيزر. وهنعمل كمان سلطه بطاطس بصوص الرانش، فهنستخدم صوص الرانش. وهنعمل سلطه الشيف، سلطة جميلة جدا جدا، هنقدم معاها صوص التاوزن ايلاند، فهنستخدم التاوزن ايلاند. فهنبقى استخدمنا اربع صوصات من الصوصات اللي عملناهم، علشان دايما بتسألوني الصوصات استخدمها ايه، وجالنا في حلقة السوشيال ميديا طلبات لان احنا نعمل وصفات باستخدام الصوصات اللي عملناها. فالنهاردة بننفذ لكم الطلب. هنطلع فاصل صغير جدا ونرجع نبدأ على طول بالطبخ. وبفكركم طبعا بأرقامنا، حطوا الأرقام أنا مش فاكراها، 2600 لأي موبايل و0909100 لأي تليفون أرضي. بنسعد جدا بمكالماتكم ومستنيينها. بعد فاصل صغير مستنيكم. رجعنا من الفاصل وهنبدا شغل على طول. عندنا ووك على النار، الووك دي جاهزه للفراخ اللي بصوص المستردة. بسيبها تسخن، ولحد ما تسخن تعالوا نقول احنا المقادير ايه علشان نشتغل على طول. دجاج بصوص المستردة والعسل، محتاجين كيلو من صدور الفراخ مقطعينها مكعبات، محتاجين بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، صوص مستردة بعسل من اللي عملناه، كوبايه من الكريمه الحامضة. لو هنستخدم بدلها زبادي هنخلط معاه معلقه صغيره مثلا من النشا، لكن انا مستخدمه كريمه حامضه، فمش دي كريمه حامضه يا نور، فمش محتاجه ان انا اضيف النشا. معلقه صغيره من الزعتر الجاف، ومعلقه صغيره من البابريكا، وملح وفلفل اسود. ليه بنضيف النشا على الزبادي؟ عشان النشا على الزبادي بتخليه ما يفصلش او ما يقطعش زي ما بنقول يعني. فبما اني مستخدمه كريمه حامضه مش نشا فمش زبادي، فانا مش محتاجه ان انا اعمل كده. الزبده فين؟ زيت؟ ماشي زيت. لا لا زيت خلاص، كانت تبقى احلى بزبده. ماشي، هحط شويه زيت بس. ونور هتدخلي زبده دلوقتي، لان مع وصفه زي دي طبعا الزبده هتبقى جميله جدا. اجيب سباتشولا واجيب البصل، وهنزل البصل يدبل مع الزعتر مع شوية ملح وفلفل وجوزة الطيب. تقليبة بسيطة ونكلم مدام سحر لحد ما الزبدة تدخل لنا. يا مدام سحر اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيف، ازيك؟ وعليكم السلام، الحمد لله يا حبيبة قلبي. حضرتك تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. كان في رمضان سنة 2020 عملتي حلقة عن تتبيلات الصدور تمام. في الفريزر. تمام. فأنا دورت على الحلقة دي على السوشيال ميديا مش لاقيها. مش لاقيها على اليوتيوب؟ لا، شفتها على السوشيال ميديا. دوري على اليوتيوب هتلاقيها اكيد اكيد اكيد. مش سامع الصوت وطي ليه؟ الحلقة حبيبتي موجودة على اليوتيوب، كل حلقاتنا بتكون موجودة على اليوتيوب عموما. ادخلي كده شوفيها هتلاقيها موجودة ان شاء الله. طيب لحد ما الزبدة تجيلنا تعالوا ننزل الفراخ نديها التشويحه دي. واحنا بنكلم ام ايمن مع البصل والزعتر وكل الحاجات الجميله دي. يا ام ايمن اهلا وسهلا. ازيك يا ستاره؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ كل عام وانت طيبه. وانت بخير يا رب، وانت بخير وبالصحه والسلامه يا رب. يا رب احنا وانت وكل المسلمين. اللهم امين. اشكرك يا حبيبتي. سلمي لي على اللي عنده كلهم والقصه كله. وصل يا حبيبتي وهم سامعينك وبيشكروكي.
اهلا وسهلا بيكي حبيبتي، نورتينا وشرفتينا. انا جبت مكعبين من الزبده حطيتهم مع الفراخ، طبعا في وصفه زي دي الزبده هتفرق جدا في الطعم. ممكن سمنه كمان مفيش مشكله خالص، اللي موجود عندكم، وممكن تعملوها بزيت برضو مش هيقول لا. الحقيقه الموضوع مرن تماما. نقلب، كنت هقول والله ما اديتيش فرصه انت. نور بتقول لي ايه، فاكراني ناسيه، بتقول لي عايزين نقول كلمه لثانويه عامه، فانا كنت محضره كلمه لثانويه عامه اقولها لهم الحقيقه، فلحد ما الفراخ تتشوح تعالوا نقولها. نشيل بس الكركبه اللي قدامنا دي وانا امسح ايدي. انا الحقيقه هقول الكلمه دي من وحي بوست اختي نزلته امبارح بالليل، انا حتى خدت منه صوره كده ونزلته على الفيسبوك لو حد عايز يدخل يشوفه. لقيت اختي منزله بوست بتقول ايه، بتقول ان عادي يا جماعه في اي شركه ممكن تبقى توصل ان انت تبقى السي تي او، يعني الشيف تكنيكال اوفيسر، ده بوزيشن عالي يعني، وممكن برضو توصل ان انت ده بيبقى مهندس، المهندس ممكن في يوم من الايام يبقى سي تي او، ودي ممكن تكون اعلى حاجه بيطمح ليها المهندس، وفي نفس الوقت خريج تجاره ممكن يبقى سي اف او اعلى من المهندس، على فكره ده بوزيشن اعلى من السي تي او في شركه، او يعني مساوي ليه على الاقل. فهي كانت تقصد ان الكليه اللي انت هتدخلها مش هي اللي هتحدد ابدا انت ممكن توصل لايه. انا خريجه تجاره، اختي اللي كاتبه البوست ده برضو خريجه تجاره، حتى تجاره عربي مش انجليزي، مش كنا جايبين مجموع فظيع يعني دخلنا تجاره انجليزي. انا كنت جايبه 86% في ثانويه عامه، ما كنتش جايبه رقم فظيع. فاللي عايزه اقوله ان النجاح مش مقرون باي شكل من الاشكال اطلاقا بالكليه اللي انت هتدخلها. انت ممكن تدخل اي كليه في الدنيا، اداب، تجاره، حقوق، تربيه، اي حاجه، حرفيا اي حاجه، وتبقى انجح بني ادم في حياتك. وممكن تدخل كليه من ما يسمى كليات القمه، انا بكره التسميه دي، وتبقى انسان عادي جدا. فانت هتكون ايه في المستقبل ده ملوش دعوه بانت جبت مجموع كام امبارح، ولا ليه دعوه بالتنسيق هيجيب لك كليه ايه، ولا ليه دعوه بزمايلك دخلوا ايه. هو ليه دعوه بحاجه واحده بس، انت عايز تصنع ايه من نفسك. انت لو عايز تكون اعظم بني ادم تقدر تكون اعظم بني ادم من غير ما تدخل جامعه اصلا. فده اللي كنت عايزه اقوله، ان هونوا على نفسكم، الثانويه العامه ما هي الا رقم لمجموع بنجيبه زي ما انا من وجهه نظر يعني ومن تجربتي، انا مش صغيره يعني، انا خلاص كام شهر وابقى 40 سنه، من تجربتي في الحياه زيه زي ثالثه ابتدائي وثانيه ابتدائي ورابعه ابتدائي، احنا بس بنهلك على الفاضي. لكن هو في النهايه انت هتكون ايه في الحياه، ده امر لا يرتبط اطلاقا بمجموعك امبارح طلع كام. ربنا يوفقكم جميعا، افرحوا بولادكم يا جماعه ان هم من الناجحين ما دام اجتهدوا وتعبوا، ده شيء يكلل بالشكر ويقابل بالاحتفال، ما يقابلش ابدا بالتقطيم او بانت ما جبتش مجموع او فلان جاب مجموع وانت لا. انسوا كل الكلام ده وافرحوا بولادكم، وبس ركزوا معاهم في الخطوه الجايه، هم رايحين فين، اختيارهم اليومين الجايين دول هيبقى اختيار مؤثر جدا في حياتهم. خلوهم يختاروا حاجات يكونوا شغوفين بيها مش مجرد اسامي، لان الانسان برضو ده بوست تاني نزلته امبارح يعني اتمنى ان تدخلوا تشوفوه. البوست عارفين انس بتاع اي بي توكس المذيع، هو بيقول حاجات الحقيقه عميقه قوي يعني، انا بحب اتفرج عليه، فده برنامج على اليوتيوب تقدروا تتابعوه، جميل جدا ومفيد جدا حقيقي. هو قال حاجه لطيفه جدا، ان في ثلاث نعم قالهم بالترتيب كده. النعمه الاولى ان يكون عندك شغف، شغف اتجاه اي حاجه، انا بحب اخيط، انا بحب اطبخ، انا بحب ارسم، انا بحب انحت، فدي نعمه، نعمه كبيره. الليفل الثاني الاعلى من النعمه دي ان يكون عندك شغف وتقدر تمارسه. انا بحب الطبخ وباجي كل يوم اطبخ، او بروح كل يوم في بيتي اطبخ، انا رسام وعندي الامكانيات اجيب الوان واجيب لوحه واقعد ارسم بالساعات. المرحله الثالثه بقى من النعمه وهي اعلى المراحل، ان انا يبقى عندي شغف وبقدر امارسه وهقول كلمته بالصب بالظبط وبسترزق بيه، يعني هو اكل عيشي زي كده، ان انا رزقت بالشغف اتجاه الطبخ، كنت بقدر امارسه في البيت، ماما بتخليني، بيسيبوني اعمل اللي انا عايزاه، بيسيبوني اجرب، محدش بيضايقني، وفضلت اجرب اجرب لحد ما وصل ان الطبخ هو اكل عيشي. فدي اعلى درجات النعم، نعمه كبيره جدا جدا جدا. فركزوا مع اولادكم في الاتجاه ده، هما شغوفين بايه، وخليهم يحولوا شغفهم لعلم
ويحولوا شغفهم العلم ده لحاجة بيمارسوها، وبعد ما يحولوها لحاجة بيمارسوها يحولوها لأكل عيشهم. ده كده شكرا. محدش بيبقى عايز حاجة في الدنيا بعد كده خلاص، بيبقى حقيقي مرضي نفسيا، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. الزبدة ساحت وشوحت التوم وحاجة آخر حلاوة وكله زي الفل. هنعمل إيه دلوقتي؟ تعالوا كده، والفراخ بتتشوح، نقول مقادير. أنا عايزة أحط البابريكا للفراخ. نعم؟ حاضر، نحط البابريكا. وإحنا بنكلم أستاذة إيمان. يا أستاذة إيمان أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك حبيبتي؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت يا استاذه ايمان؟ منوره الشاشه يا ست سارة. ده نورك يا روح قلبي، ربنا يعزك ويخليكي. انا والله نزلت الانستجرام مخصوص عشان عايزه اتواصل معاكي، انت عارفه. اهو يا حبيبتي تقدري تتواصلي معايا انستجرام وفيسبوك وكل حاجه. طيب معلش مش هطول عليكي، بس انا اتفضلي. في اللي هي المناديل بتاعت الغسيل ديت اللي هي اسمها شيتر كيك. ايوه. دلوقتي مش لاقينا خالص في اي مول يعني، ولا في هايبر ولا في اي حاجه. من صفحتهم على الفيسبوك بيوصلوا. هم قالوا ان هو وقفوها. وقفوا التوصيل؟ وقفوا المنتج دلوقتي. طب خلاص وقفوا المنتج، هنعمل ايه؟ سعودي لو وقفوا المنتج خلاص مش هتلاقيه. طب حضرتك مفيش حاجه بديل يعني؟ هشوف بديل واقول لكم، لازم اجربه الاول عشان اضمن انه كويس. فهشوف البدائل واجرب واقول لك ايه اللي انا لقيته ممكن نستخدمه بديل ليه. اللي هي بتتكلم عليها دي كده يا جماعه شيتس، بتتحط مع الغسيل بتخليه ما يبهدش على بعضه. انا رشيت رشه فلفل اسود، النوع اللي انا كنت بجيبه ما عادش موجود في السوق، هي بتقول لي كده. انا مش عارفه، انا كنت جايبه ستوك فلسه ما خلصش، فهسأل كده واشوف لك ايه البديل. ان شاء الله هنلاقي بديل طبعا، او هنلاقي الشركه وفرته قريب باذن الله. طيب هحط شويه مرقه، مش كتير كده بس، وهسيب الفراخ كده تاخد غلوه معاها. ولحد ما الفراخ تاخد غلوه معاها انا عايزه اقول على مقادير المكرونه اللي بصوص السيزر. هعملها بطريقه لذيذه كده في حله واحده، هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. عندنا 2 من صدور الفراخ مقطعينهم جوليان، وعندنا كيس من المكرونه البنه، وكوبايه فلفل الوان، وكوبايه طماطم تشيري مقطعينها انصاف، بصلتين حمر مفرومين، وكوبايه ذره حلوه، وصوص السيزر اللي احنا عملناه في الحلقه، وملح وفلفل اسود. اتمنى يا نور لو نعرف ننزل الصوصات دي، لو ننزل مقاديرها على الشاشه كلها عشان اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت. بالظبط. الفراخ اخذت الغلوه بتاعتها مع المرقة، وانا هاجي دلوقتي اعمل ايه؟ الصوص بقى، هركز على الصوص. هاجي احط الكريمة الحامضة. الكريمة الحامضة دي اللي هي الساور كريم، موجودة من شركات مصرية في قسم التلاجة، مش حاجة نادرة ولا غريبة خالص. وهاجي كمان احط المستردة بالعسل. تقدروا تحطوا الكمية اللي انتوا عايزينها، مفيش صح وغلط في كميات الصوص خالص. هنبدأ نقلب وهنلاقي الموضوع بقى ايه، أخد شكل تاني خالص، بقى حاجة كده عظمة. بالراحة قلبه لحد ما كله يتخلط. ونصيحتي ليكوا ان مجرد ما نحط الساور كريم والكريمه الحامضه نوطي النار. نوطي النار ليه؟ عشان احنا عايزين الفراخ تستوي فيهم كده على هداوه من غير ما يفصلوا مننا او يحصل لهم اي حاجه، فنوطي النار عشان نسيبهم براحتهم. وادي الفراخ جهزت، هناخد بس غلوايه كده تسولنا الفراخ وتخليها تتشبع بطعم الصوص. تمام، نبدا بقى في ايه؟ في المكرونه. يلا بينا. عندنا هنا حلة، أنا هحطها على النار. ممكن أبدل الحقيقة، ممكن أودي اللي أنا عايزاها على نار هادية ورا على العين الأصغر، وأجيب دي على العين الكبيرة.
تمام كده جدا. ما ده اللي هنعمله بالظبط. هنعمل ايه دلوقتي؟ في الحلة بتاعتنا اللي احنا حاطينها هنا هنحط شوية زيت، ممكن تحطوا مكعب زبدة لو عايزين، بس انا عايزاها خفيفة فحط شوية زيت. وفي شوية الزيت دول هستناهم يسخنوا، هعمل فيهم الفراخ بتشويحة بسيطة، وبعد ما اعمل الفراخ بتشويحة بسيطة هحط عليهم المكرونة واسلق كل ده مع بعضه، فالمكرونة وهي بتستوي هتاخد من طعم الفراخ وهتبقى منتهى الجمال. دي كده زي سلطة دافية، لا هي سلطة باردة ولا هي سلطة سخنة، وبتدي نتيجة جميلة جدا جدا، وتقدروا تجهزوها من بدري، ولطيفة قوي في اللانش بوكس للولاد لو عايزين تاخدوا لهم حاجة كده يكون فيها خضار وبروتين، تبقى وجبة غذائية متكاملة. فكرة لطيفة جدا انكم تعملها لهم، وتقدروا تعملوها بأي صوص من اللي احنا عملناهم، الصوص اللي يعجبكم بقى كله هينفع، مفيش مشكلة خالص. يلا نعدي بقى ايه هنا كده، نجيب سباتشولا ونجيب الفراخ بالمرة. يلا بينا نعمل تيست كده. ادي الفراخ نوزعها على طول، وعلى طول رشة الملح، الفلفل، جوزة الطيب، ونقلب. مجرد ما الفراخ تبيض هحط لها المكرونة وهغمرها بالمية السخنة، ممكن اسلق في مرقة لو عايزة برضو اوبشن، مفيش مشكلة خالص. بصوا بصوا التنسيق، جايبين لي المج لايق على لبسي. ايه الشطارة دي؟ ايوه ايه اللي ايه اللي لا لا لا، جامدة جامدة، عجبتني الحركة، عجبتني الحركة قوي. انا احب الاهتمام بالتفاصيل. تيجوا نسأل سؤال، تعالوا نسأل سؤال، هل هو شيء كويس انك تكون شخص بتاخد بالك من التفاصيل، ولا شيخ ولا شيء مؤذي؟ يا لهوي، الله ما يوريك، شيء متعب جدا 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 يا جماعة، ومرهق ذهنيا. انا كده برضو، انك تكون شخص بتاخد بالك من كل التفاصيل، لان زي ما انت هتشوف التفاصيل الحلوة وهتشوف التفاصيل المهمة، هتشوف برضو الوحشة، فهتشوف وحش كتير قوي طول الوقت. بس يعني بالظبط، تفاصيل تفاصيل تفاصيل، بتحسوا مخكم ما بيبطلش شغل، فانا من وجهة نظر يعني هي حاجة مؤذية نفسيا جدا. يعني من نعم ربنا ان احنا نكون ما بناخدش بالنا، يعني كنت اتمنى ان انا اكون هذا النوع من الاشخاص اللي ما بياخدش باله من حاجات كتير، بس للاسف انا مش كده خالص، ودي حاجة حقيقي بتخلي الواحد يشوف حاجات كتير تزعجه. الفراخ بيضت، ويعني نقدر نقول ان هي كمان استوت، انا عايزاها بس تاخد كده افتح درجة جولد، مش اكتر من كده. وعندي الكاتل تحت انا مليه مية سخنة، احط المكرونة واطلع الفاصل. حلوة قوي كده، مش محتاجة حقيقة اكتر من كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد المكرونة زي ما هي كده واقلبها مع الفراخ نية خالص، هسقيها مرقة، انا عندي شوية مرقة هنا فاضلين فهسقي بيهم مش هسيبهم، وهضيف مية سخنة. يلا بينا. هنغطي المكرونة بالمية بس كده، مش مية غزيرة بقى، علشان انا بسويها كده ايه، عايزاها تشرب ميتها. وهقلب، وطبيعي طبعا هضيف ملح.
مش هزود في الملح، وهسيب المكرونه تستوي في قلب الفراخ، في قلب المرقه، في قلب كل حاجه. هغطي عليها عشان تغلي بسرعه. وكده المكرونه على النار. ايه رايكم نطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع منه نكمل حلقتنا؟ مستنياكم. رجعنا من الفاصل والدنيا هنا لطيفة جدا. الفراخ طبعا قاعدة كده تشرب من الصوص وعايشة فيه، والدنيا لطيفة قوي، واحنا سايبينها على نار هادية وشوية كده وحشلها. هي استوت على فكرة، انا دقتها في الفاصل، بس انا سايباها تشرب من الصوص عشان كل ما هتشرب منه اكتر كل ما هتبقى احلى واحلى. وهنا ادي، انا مش عارفة ايه مشكلة الاير بيس معايا النهاردة. وادي الفراخ اللي مع المكرونه، اخر حلاوه بتتسلق المكرونه، وانا سايباهم يتسلقوا والدنيا لطيفه جدا وما عندناش اي مشاكل، ومغطيه عليهم كده ايه نص غطا. طيب تعالوا نعمل الحاجات. عندنا سلطه، عندنا سلطه بطاطس، وسلطه البطاطس دي من الاكلات بصراحه انا بحبها حب، حتى لما اروح اي ما مثلا اوتيل او مطعم وفي بوفيه سلطه، اول حاجه كده ابص عليها في سلطه بطاطس ولا لا، بحبها جدا. فاحنا عاملين سلطه بطاطس كمان بصوص الرانش، يعني طعمها احلى واحلى. اربع بطاطسات متقطعين مكعبات ومسلوقين، واربع بصلات خضر متقطعين شرايح. ما جبناش البصل الاخضر يا نور، ما فينه؟ مش موجود. اوكي اعتقد انه هو ده. كرات، احنا ما لقيناش بصل اخضر، لقينا كرات، فعادي شغالين بكرات. بصله حمراء متقطعه جوليان، واربع اعواد كرفس فرنساوي قطع. صوص رانش برضو من اللي احنا عاملينه في الحلقه، وهنزل لكم في اخر الحلقه كل المقادير، وملح وفلفل اسود. وهي السلطه دي الحقيقه ما فيهاش اي حاجه غير شويه تقليب. نزل نزله نزله، لو عندك صوص الرانش نزله. يلا بينا. بطاطس، الكرات، البصل، انا مش هحطه كله حاساه كتير، ولا احطه كله؟ هحطه كله هيبقى حلو. وشويه الكرفس طبعا، تقدروا تحطوا عليها بسله وجزر، تقدروا تحطوا عليها قطع فراخ، تقدروا تحطوا عليها حرفيا اي حاجه انتوا بتحبوها، مش هتقول لا خالص. وهناخد من صوص السيزر اللي احنا عاملينه مع بعض في الحلقه، زي ما انتوا بقى، انا يعني شايفه ان هو كميته كده زي ما هي البوله دي مناسبه. يلا بينا. وهنقلب لحد ما كل الكلام الجميل ده يمتزج مع بعضه خالص. ناخد دكتور طارق على التليفون واحنا شغالين. يا دكتور طارق اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا شيف ساره؟ ازي حضرتك بيكي. اهلا بيك، اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير، وحضرتك بالف صحه وسلامه. أهلاً يا رب. اهلا اهلا، وفي البيت بيشكروكي قوي لاسلوبك السهل الجميل على ووصفاتك الجميله وتكاتك اللي انت بتعمليها في دايما في الاكل. لا شكر على واجب، انا اللي بشكرهم، ربنا يخليكم يا رب. شكرا. اولا حضرتك عارفه ان احنا فصل الصيف. مظبوط. وفصل الصيف ده مشهور بفاكهه كتير وخضروات كتيره. صح، عشان كده عاملين سلطات النهارده. واكثر الخضروات واشهرها وارخصها على الاطلاق هو البتنجان. مظبوط، عندنا حلقه بتنجان. البتنجان ده زي ما انتم عارفين فيه مضادات اكسده، وفيه فيتامينات، وفيه مواد للمناعه، وفيه حاجات كتير قوي 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 لا توصف. معاك حق تماما. البتنجان طبعا له اشكال كتيره والوان مختلفه كتيره. مظبوط. والبتنجان ده أكلة الفقير والغني وكل المستويات. صح. وده وقت أكله، أولا سعره رخيص متوافر بكتير قوي قوي قوي. ويا ريت حضرتك بقى زي ما حضرتك بتعملي حلقات مجمعه لحاجات معينه. ايوه، تعملي لنا حلقه مجمعه للبتنجان بالذات. حضرتك والله يعني ابن حلال، احنا عندنا حلقه بتنجان الاسبوع ده.
يعني كل اشكال طبخه اللي نعرفها بالزبط. واللي ما نعرفهاش بالظبط. هنعمل له كده، هنطلعه من ادوار الشر. يعني المسلوق، المقلي، المحمر، السلطات بتاعتها، المحاشي بتاعتها، يعني والحاجات اللي احنا ما نعرفهاش كمان، يا ريت حضرتك تعملها لنا يعني، بحيث الناس لان ده وقت اكله فعلا ومجهول رخيص، كيلو ب2 3 جنيه. معاك حق تماما. واحنا فعلا الاسبوع ده عندنا حلقه بتنجان، صح يا نور؟ بس بكره هنحتفل بعاشوره بس باكل كده مصري بلدي، مفيش فيه اي افتكاسات، وبعد كده ندخل على الفكره بتاعه البتنجان ان شاء الله، حتى لو احتاجنا ان احنا نعملها حلقتين يا نور نعملها حلقتين عادي، مفيش مشكله خالص. يلا نقدم في ايه؟ نقدم في اطباق بيضه ولا نعمل ايه؟ نقدم في اطباق بيضه النهارده، وفي عندنا هنا بولات اهو كتير. تعالوا نجيب بوله للفراخ، يلا بينا. الفراخ شكلها عظيم عظيم بجد، وطعمها اعظم. يا ريتكم تقدروا تدوقوا، يا ريت اعرف ادوقكم، بقعد انا ادوق في الفاصل واقول يعني انا ما اعرفش ادوقهم كده حاجه. بصوا كريمي وجميله ازاي. حد هيقول لي يا ساره انا مش عايزه استخدم كريمه حامضه او ساور كريم، مفيش اي مشكله، اللي مش عايز يستخدم كريمه حامضه بس عايز الطعم المزز بتاعها، هيجيب زبادي ويدوب معاه شويه نشف ميه عشان ما يخليه ما يفصلش ما يقطعش. اللي مش عايز زبادي ممكن كريمه، اللي مش عايز لا ده ولا ده وعايز يخليها لايت وخفيفه ممكن لبن. فالموضوع سهل وبسيط وبراحتكم، يعني هي الفكره بس اضافه شيء كريمي. الشيء الكريمي ده بقى يكون ايه في دول؟ والله انتوا واللي متوفر عندكم واللي مناسب ميزانيتكم واللي مناسب صحتكم، مفيش مشكله خالص، كله هينفع. الفراخ اهي. مش هسيب بقى شويه الصوص العسل دول، هم عسل فعلا، ده مستردة بالعسل، يعني انا مش بقول كده بدلعهم، ده وصف دقيق. ايه يا نور؟ ما ده مش زبادي، ده كريمه حامضه. احنا نشل الزبادي، انا حطيت بالظبط، قوام تحفه. عايزين بقى شويه حاجات خضراء كده يا نور نزوق بيها، اعواد بقدونس، اعواد اي حاجه. ادي اول طبق معانا، الفراخ اللي بصوص المستردة والعسل، وطلع تحفة الحمد لله. والبطاطس نجيب لها بولة برضو هي كمان، يلا بينا. نجيب معلقة معلق، يا ولاد ما عنديش ولا معلقة، ممكن اتعامل بدي. شايفين الحلاوة؟ اللي هيحصل بقى كمان، واقول لكم على تركية كده صغيرة يا ريت تتبعوها، لما تيجوا تحطوا الصوص على البطاطس خلوا البطاطس لسه دافيه، يعني تبقى لسه مسلوقه وكده ودافيه شويه، عشان البطاطس وهي دافيه بتشرب الصوص احسن بكتير، فبتاخد بقى منه بطريقه فظيعه، بتبقى جميله جدا جدا. وادي تاني طبق معانا، سلطه البطاطس اللي بصوص السيزر. تعالوا نبص كده المكرونه حصل فيها ايه، هل يا ترى استوت ولا لسه، ولا الوضع ايه بالظبط؟ انا شايفه ان هي استوت، بس هطلع مكرونايه كده ادوقها. ده فل الفل كده. طيب المكرونه فيها شويه ميه لسه موجودين، هل احنا هنرمي الميه دي؟ لا، مش عايزاكم ترموها، عشان احنا من الميه دي مع الصوص هنعمل ايه؟ هنعمل صوص، هنخف الصوص، فتبقى الكريمه صوصي كده ولطيفه. هطلع المكرونه هنا واسيبها على جنب، اسيبها تهدى من الحراره
وهحط لها المكونات دي وهي دافيه، انا مش هحط الخضار على النار، هحطه في المكرونه وهي دافيه، بس هستنى عليها تهدى شويه. وهعمل ايه دلوقتي؟ الحاجه اللي هعملها اول ما اشيل المكرونه من على النار ان انا هجيب صوص السيزر وانزله عليها. ليه؟ عشان انا عايزاها تشرب من طعمه وهي سخنه. فهنزل الصوص وهقلب بس كده. بصوا الصوص بقى كريمي ازاي، انا عايزه بالظبط المنظر ده، لان هي مكرونه سخنه مش مكرونه بارده زي السلطه، فانا عايزاها تفضل في الصوص كده وتتشرب منه. طيب عشان ده يحصل هعمل ايه؟ هقوم قافله كده مغطيه عليها، هي لسه فيها عضه بسيطه، هتشرب دلوقتي من الصوص وتمسك، والعضه البسيطه اللي فيها خلاص هتظبط وتبقى جميله، واجي في الاخر احطها على الخضار. طيب هنطلع فاصل صغير جدا ونرجع نكمل معانا اخر سلطه ونكمل تقديم اطباقنا، مستنياكم. من الفاصل وبصوا اللي حصل هنا ايه، لما هديت المكرونه من الحراره الصوص كمان بقى كريمي اكتر، وده بالظبط اللي احنا كنا عايزينه. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنحط لها الفلفل الالوان، الطماطم التشيري، ممكن تبقى طبعا طماطم عاديه مفيش اي مشكله خالص، الذره، البصل. يا جماعه اللي حابب انه يعمل الكلام ده على النار زي تشويحه كده براحته، بس انا بحبها كده. وهنقلب كل ده مع بعض، شوية مكرونة دول عايزين، ممكن كمان تحطوا لها جبنة بارميجان لو عايزين، بس يعني أنا هكتفي بهذا القدر من الطعم والنكهة الجمال، أنا عايزة بس أدوق. بصوا عايزة أدوق عشان الملح وعشان بتلكك بصراحة. ايه حلاوتها دي؟ رهيبة، حلوة حلاوة مش طبيعية. عايزة احطها، احطك هنا ولا هنا؟ انا عماله افكر لها في طبق. مين اكبر في وجهه نظركم، ده ولا ده؟ مين يعتبر اكبر؟ ده صح، قد بعض تقريبا، ده عشان اغوط يمكن. يلا تعالوا بقى نصب المكرونة عشان ندخل على سلطة الشيف العظيمة. شوية مكرونة دول يا جماعة يتعملوا كده سريع سريع، الأكل اللي مفهوش طبخ كتير ده مناسب قوي للصيف والحر. يعني احنا اخدين الفكره الاثنين، عاملينها كانها سلطه دافيه. وعلى فكره ممكن ممكن الفراخ تبقى متشوحه اوريدي او فراخ بواقي عندنا، وممكن المكرونه تبقى اوريدي مسلوقه وتتعمل سلطه مكرونه عادي جدا بنفس المكونات بالظبط وبنفس الصوص بالظبط. مش هتقول لا خالص. مش هنسيب حاجة في الحلة، هناخد كله.
نعم اخر حبه. زي الفل كده. الله على الريحه. هيخترعوا لكم امتى بقى التلفزيون اللي بينقل الريحه؟ انا بس عايزه اعمل حاجه بسيطه. عايزه اجيب دول كده بس على جوه بس كده عشان ما يبقاش نازل على طرف الطبق. بس وادي الطبق ده كمان جاهز. نحط له كوستر زي اخواته. حاضر. اهو هنرص طبعا في الاخر رصه نهائيه حلوه، بس ايه مبدئيا كده دينا بنوزع. ندخل بقى على سلطه الشيف. سلطه الشيف اجيب لها طبق مفرود عشان احنا هنقعد نرصها كده في الطبق المفرود، ونقول مقاديرها قبل ما نبدا شغل. هنحتاج ايه عشان نعمل سلطه الشيف؟ هنحتاج اولا، هي يا جماعه المقادير اللي انا هقولها دي تقديريه يعني، لا كميات محدده ولا انواع محدده، عيشوا حياتكم وبراحتكم خالص. لان هي سلطه عباره عن تشكيله خضار على كولد كاتس على اي صوص، فما فيش فيها قواعد قوي. انا مستخدمه النهارده كابوتشيه وثلاث حبات خيار مقطعهم شرايح، بصله حمراء شرايح، واثنين فلفل رومي جوليان، طماطمايه كوبايه طماطم تشيري مقطعها انصاص، ممكن تستخدموا طماطم عاديه طبعا، كرفس فرنساوي كده مقطعاه قطع عشان ايه تتحط عليها، كوبايه زيتون اسود مخلي، ثلاث بيضات مسلوقين، تركي مدخن، وجبنه شيدر حمراء، وصوص التاوزن ايلاند اللي عملناه مع بعض. ولو ممكن يا جماعه تنزلوا لنا مقاديره. هلبس جوانتي عشان ابدا ارص السلطه. والسلطه دي بتترص بطريقه حلوه، يعني لازم نهتم قوي برصها، ده اللي بيخليها شكلها حلو كده في التقديم ومميز. فده اللي انا هعمله. انا عايزه اجيب، ما عنديش اي صوصيره بيضه هنا يا جماعه، مفيش. هاتولي رامكن كده صوص. ماشي، خلونا نجيب قطاعه ونبدا نقطع في اللي محتاج تقطيع. انا عندي الخس وعندي سكينه، لو في ورقه فيها حاجه بني او كده شيلوها. بس تمام، هشيل الراس وهقطع كده وكده وكده، وراجع برضو على الورق من القلب. احيانا بلاقي ورقه بني كده ولا كده اشيلها على طول. مهما كانت الخصايه طازه ممكن الاقي ورق بني في النص. بس زي الفل، تقطيع كده قطع كبيره مش حاجه صغيره خالص. وهاخد الخس واحطه كده. ادي اول حاجه، اجيب الطبق بقى وداير ما يدور هبدا ارص كل حاجه. يعني هاجي مثلا جنبه، وهنحاول بقى نلعب بالالوان نبقى اذكياء. يعني نيجي مثلا هنا ونقوم حاطين البصل، وبعد البصل نيجي نحط مثلا الطماطم، نيجي بعديها نحط الخيار، نيجي بعديها نحط الزيتون،
ممكن بعديها نحط الفلفل، وممكن طبعا نستخدم فلفل الوان، ونيجي هنا كده ونقوم حاطين البيض. نشيل كل الحاجات الفاضية. ونيجي كده في النص نقوم حاطين التركي المدخن. والشدر. نحاول ننسق الرص بقدر الإمكان، عايزين طبق شكله كده يشهي. اعتقد يعني انا مش محتاجه اتكلم. بناخد بقى من السلطه دي اللي على مزاجنا ونبدا نحط له الصوص، ويبقى تحفه. حاجه كده ايه بالكرفس، احطه كده حبات. يبقى جميل جدا ومقرمش كده وسط السلطه دي. وناخد صوصيره نحط فيها صوص التاوزن ايلاند، وانا هحاول احشرها في النص، مش عارفه هعرف اعمل ده ولا لا، بس هحاول. كده اما نشوف هنعرف نحشره ولا لا. نعرف ان شاء الله. ناخد الجبنه كده شويه، والتركي كده شويه بس، ونحط الصوص في النص. انا عايزه ابين التركي عشان شكله حلو، فهجيبه كده فوق اهو بالشكل ده. وادي طبق السلطه جاهز معانا. اعتقد حلقه النهارده لذيذه لذيذه. يلا بينا كوستر كمان للسلطه عشان تبقى زي اخواتها، هما مش احسن منها. ونرص الترابيزة أو السفرة أو الكاونتر. عندي السلطة تمام كده ولا الرصة مش تمام؟ حاضر. ده بناء على طلب حمدي. السلطات قدام اهو، والاكل الدافي او السخن ورا. حاضر. دي مش متوسطنه، موسطنها. ودي تمام. ونجرنش شويه. عندي هنا اعواد خضرة كده، حاجه بسيطه خالص على الوش، حقيقي بتفرق. شايفين الطبق نطق على طول. ده اوريدي في حاجات خضراء بس يعني ايه، ما
بس كده. ودي كانت سفرتنا النهارده اللي طلعناها من كل الصوصات اللي عملناها الايام اللي فاتت. احنا الايام اللي فاتت عملنا ايه؟ افتكروا معايا، عملنا صوص مستردة بالعسل، وعملنا صوص رانش، وعملنا صوص سيزر، وعملنا صوص تاوزن ايلاند. كلهم بتاكلوهم في المطاعم وبتحبوهم وبتشتروهم وغاليين، دول حقيقي حقيقي غاليين، فان احنا نعملهم في البيت لا وفر كبير. وكمان على فكرة عملنا المايونيز اللي طلع منه كل الصوصات دي، فبقت النتيجة كده المجموعة صوصات رهيبة، يطلع منها وصفات كتيرة. فطلع منها المكرونة اللي بصوص السيزر الجميلة دي، ولا سوري المكرونة اللي بصوص الرانش الجميلة قوي دي، لا هي سلطة ولا هي مكرونة، هي حاجة في النص كده بس جامدة جدا جدا، أتمنى تجربوها. عملنا كمان الفراخ اللي بصوص المستردة والعسل، وقدامكم اهي جميله جدا جدا جدا، وبجد من الاكلات الجميله. تتقدم مع رز بسمتي ابيض من وجهه نظري، وممكن في ناس بتحب تقدمها مع مكرونه، بس انا افضل بسمتي ابيض بيبقى احلى معاها. عملنا كمان سلطتين حلوين قوي، عملنا سلطه الشيف او شيف سالاد. الشيف سالاد بتكون عباره عن مجموعه من الخضار على مجموعه من الكولد كاتس، معاها بيض وزيتون، وبتتقدم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وشكلها طبعا على سفره بيبقى تحفه، تليق قوي على سفره فطار لو انتم عاملين عزومه فطار. وعملنا كمان سلطه البطاطس بالمايونيز، السلطه اللي انا شخصيا مع اي بوفيه بروح ادور عليها اول حاجه، لاني فعلا بحبها جدا. والبطاطس تاني التركايه بتاعتها انها تتحط في الصوص دافيه، هتلاقوها شربت من طعمه وبقت حاجه اخر جمال. دي كانت وصفاتنا النهارده، يا رب تكون فادتكم وعجبتكم، يا رب تكون الحلقه اضافت ليكم ورناكم بعض الاستخدامات للصوصات اللي عملناها، وربنا دايما يجعله بالفايده. انا بس عايزه ازق الخس ده كده عشان ما يبقاش طالع بره الطبق قوي. بس دي كانت حلقتنا، بفكركم ان قعدتها هتكون الساعه 8:15 بالليل، وبفكركم ان كل اللي بنعمله بينزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا، فهتلاقوا الحلقات دي موجوده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام كمان، بعض المقاطع وبعض الكواليس، حاجات لطيفه جدا. وطبعا بنتواصل معاكم على كل البلاتفورمز دي يوميا على صفحتي كمان، ساره عبد السلام بالعربي والانجليزي مكتوبه، وصفحه موثقه بالعلامه الزرقاء فهتعرفوها على طول. هتلاقوا كل حاجه تخص الحلقه، الحلقه بتنزل كامله مكتوبه، كل الحلقات بتنزل كامله مكتوبه، وبننزل كمان فيديوهات بمحتوى خارج نطاق الحلقه من البيت. انا لسه منزله فيديو من شويه، فاكرين لما قلت لكم لقيت اختراع رائع لترتيب الطرح، نزلت فيديو عنه بقى النهارده الساعه 12، فادخلوا على الصفحه هتلاقوا الفيديو موجود، وان شاء الله يفيدكم، وان شاء الله كل حاجه بنزلها تكون بتفيدكم. كنت معاكم ساره عبد السلام في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، بكره ميعادنا الساعه 1 ان شاء الله في حلقه برضو جديده من سنه اولى طبخ. اشوفكم على خير، مع السلامه.